قطاع السيارات بالمناسبة، يعني انت قلت يعني كان كلامك لطيف وشيك قوي، انك انت بتقول لي انا بدير عمل تنفيذي وعارف ان في تعقيدات وبتاع في كده، يعني بتشاور لي خلي بالكم شوفوا شغلكم بقى ولا ايه. واحنا عايزين نشوف شغلنا. طب انا هقول لك، شوف انا عايز اقول لك على حاجه، ويمكن زمايلي في الحكومه موجودين، احنا على مدى الثلاث سنين اللي فاتوا دول كلامنا على مع القطاع الخاص ان احنا محتاجينه وعايزينه يشتغل معانا، لان قدراته ادارته فرص نجاحه اكتر من اي حاجه تانية. فده كلام برضو مش شعارات، بس النهارده ازاي نحول كلامنا ده مع بعضنا البعض كده. وقلنا حتى اكتر من كده، قلنا في كل المشروعات المختلفه اللي احنا بنتكلم عليها قلنا مستعدين لو انتم عايزين. انت النهارده بتعمل مشروع، المشروع ده هيكلف 1,000,000 جنيه مثلا يعني، طب انت متحسب عايز حد يشجعك. قلنا لو عايزين، لو عايزين، مش احنا بنفرض ده كدوله، لو انتم عايزين من اجل انجاح وتحرك المشروعات اللي انا بتكلم عليها دي في المجالات المختلفه ان الدوله تبقى مساهمه معاكم في هذا المشروع، ايا ما كان رقم المساهمه احنا مستعدين ليه. ده دليل على ايه؟ اصل انا عايز اقولك على حاجه، احنا بلد فيها 100 مليون، وال 100 مليون نسبه الشباب فيها يعني تقرب من 60%، يعني انت بتتكلم في 60 مليون عايزهم فرص تشغيل، فرص تشغيل بالملايين، وكل سنه في 2.5 مليون او 2 مليون يعني النمو السكاني بتاعنا بيخرج لسوق العمل ما يقرب من تقريبا 800,000 المليون، مش كده يا دكتور هلا ولا ايه؟ ده اللي بيخرج. طب الناس دي هتشتغل ازاي؟ الموضوع مش يعني، ولا احنا مش يعني مش مدركين لحجم المخاطر والمسؤوليه في ان احنا نسيب ولادنا وبناتنا من غير شغل. فانا عشان كده بنقول ايه، اي شركه قطاع خاص عايزه تعمل مشروع دعم، احنا داعمين، ولدرجه ايه ان احنا مستعدين نخش نساهم من باب ايه؟ التشجيع وليس اي امر اخر. فانا عايز اقول لك لصناعه السيارات والموضوع الفايبر اللي زميلنا اتكلم عليه، هو المشاريع اللي اتعملت هو مش عارف كان مين قال حاجه كريمه، تصور ان هي فقط عباره عن بناء مساكن او كده، لا لا لا، حاجه كريمه ده مشروع متكامل يا جماعه، احنا بنتكلم فيه في كل المجالات، في كل المجالات اللي احنا بنتكلم على بنيه اساسيه بما فيها بنيه المواصلات، بنيه الاتصالات. احنا النهارده كانت الريف المصري عندنا محروم من بنيه اتصالات متقدمه، احنا من ضمن البرنامج ان يبقى في بنيه اتصالات. انت بتعمل بنيه اتصالات ل 60% او 50% من مساحه مصر، مش كده؟ طب ما هو بمين؟ بيكم. فانا بس عايز ارجع تاني لغبور، يعني لا طبعا احنا ابو غالي وغبور كل اللي موجود يعني. المهم انا عايز اقول لكم البلد محتاجه كل ايد مخلصه وشريفه ومستعديه تدي عشان خاطر التحديات كتير قوي. وانا معاكم. الدكتوره هلا اتكلمت على الفساد، وده توجه دوله، الفساد ده توجه دوله، ان احنا انا بتكلم مش على بس على قد المؤتمر يا دكتوره هلا، دكتوره غدا اسف، لا انا بتكلم ده توجه الدوله المصريه، نحن لا نسمح ولا نقبل. وده كلام برضو للشركاء او اللي موجودين معانا هنا من الدول يتصوروا ان ده كلام سياسي، لا 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 لا، دي دولة عايزة تتخلص من كل شيء سيء وكل شيء سلبي يعوق تقدمها وتحركها. واحنا عارفين كويس ان الفساد ده يعني احنا كنا انا قلت في تصريحات قبل كده سابقة ان الفساد قرين للإرهاب، مش كده يا دكتورة غدا؟ قرين ليه؟ لان هو بيخرب ويدمر البلاد. فده توجه دولة في ان احنا نكافح الفساد ونعطي الفرصة للشرفاء والمخلصين فقط للعمل من أجل هذه الدولة التي لا تتحمل غير كده، العمل العمل العمل.